قبل الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا تجري مداولات المطابقة بين النقط على أوراق التحرير والبيانات الممسوكة عن الحاسوب. الإجراء تم تعميمه وطنيا هذه السنة كمحطة أساسية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. مهني بزاز وعبد الفتاح زوين. الأساتذة الذين قاموا بعملية تصحيح امتحانات البكالوريا دخلوا المرحلة ما قبل الإعلان عن النتائج. هنا بمركز المداولات عمر الخيام بالرباط هم بصدد تسلم الأظرفة والمحاضر الواردة من الأكاديمية. الأكاديمية كتهيئ لنا الأظرفة اللي فيها أوراق تحرير، وحنا شنو تنديرو؟ بالطبع تناخدو ديك المحاضر اللي مسجلة فيها النقاط اللي تم فيها مسك النقاط بالأكاديمية، والأساتذة كنرتبوهم حسب واحد التسلسل حسب المواد اللي جايه في المحاضر، وكل واحد يعطينا النقطه المسجله على ورقه التحرير. يعني النقطه ناخذها من ورقه التحرير وتنقارنوا تنديروا المقارنه معها في المحاضر وكنشوفوا هل هناك مطابقه مع ديك النقطه. أزيد من 2100 أستاذ على مستوى أكاديمية التربية الوطنية لجهة الرباط سلازم مرزعير موزعين على حوالي 350 لجنة بين أيديهم من جديد الأوراق ذاتها التي قاموا بتصحيحها. احنا اللي صححنا هذو الأوراق ديالنا حنايا باش كنشوفوا واش حين كان عملية مثلا الجامعة في الآخر، واش كان مثلا في التدوين ديالها في النقاط اللي عند السي المفتش، واش كان النقاط نقلوها في لاسيزي صحيحة ولا خطأ. النقط المسجعة للأوراق تتم مطابقتها مع البيانات التي تم مسكها في الأكاديمية حتى يتأكد كل أستاذ يعني من النقطة التي منحها للمترشح، وعندئذ يتم تصحيح بعض الأخطاء التي وجدت والحمد لله أنها تقريبا شبه نادرة، وعندئذ يتم تحديد لائحة المترشحين الناجحين مترشحات الناجحات وكذا المترشح المترشحات المستدركين والمستدركات، ويتم إن شاء الله يعني النتائج. مداولة التأكد من سلامة عملية التصحيح تجري باعتماد الأرقام السرية، ولا يتم رفع السرية عن أوراق الامتحانات إلا بعد إجراء هذه المداولات. المداولات التي جرى تعميمها على الصعيد الوطني ابتداء من هذا العام وفق دفتر المصادر.